بسم الله الرحمن الرحيم. المبتدا والخبر عمدتان لا يجوز حذفه اي مهما الا لدليل، فان دل على المبتدا دليل جاز حذفه، وان دل على الخبر دليل جاز حذفه، وان دل عليهما دليل جاز حذفهما معا، ويكون حذفه جائزا واحيانا واجبا. من عمل صالحا فلنفسه، اذا عمله لنفسه. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعتكم معروفه او طاعه معروفه خير من ايمان كاذبه، على خلاف المحذوف المبتدا والخبر. قال كما تقول زيد بعد من قدكما، يكثر في مواضع نظمها بعضهم بقوله وحذف الابتداء في الكلام يكثر في جواب الاستفهام، ولك قول الله نار حامية من بعد قوله تعالى ما هي، وبعد قوله والدليل الظاهر لذاك قول الله قالوا ساحر، وبعد فالجس وقد يذل إن لم يصبها وابل فطلوا. وقال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد، تقول من عندكما فتقول زيد، تقدير زيد عندنا حذفت الخبر، وكذا وبعكسه وفي جواب كيف زيد قل دنف حذفت المبتدا لوجود ما يدل عليه، وتقدير زيد دنف أي أشفاه الحب حتى أشفى على الهلاك وأصلحه بعضهم. قال وفي جواب كيف زيد قل سليم، فزيد استغني عنه إذ علم. يحذف المبتدا وجوبا في أربعة مواضع ولم نذكرها، يحذف المبتدا وجوبا إذا كان الخبر مشعرا بالقسم نحو في ذمتي لا أفعلن كذا، في ذمتي يمين. ويحذف المبتدا إذا كان الخبر مصدرا أغنى عن فعله نحو فصبر جميل. قال السيبوي حدثني من أثق بعربيته أنه من أثق به أنه سمع عربا يقال لأحد كيف أصبح، فيقول حمد الله وثناء عليه، أي حالي حمد الله وثناء عليه، حذف المبتدا. فقالت حنان ما أتى بك ها هنا أذون السبيل أم أنت بالحي عارف، حذف المبتدا أي أمري حنان أو حالي حنان. الثالث إذا كان الخبر نعتا مقطوعا للمدح أو الذم أو الترحم نحو استعذت بالله الرحيم من الشيطان الرجيم، تصدق على الفقير المسكين، التقدير في كل ما هو. الرابع والأخير أن يكون الخبر مخصوصا نعمة وبئسة نحو نعم الرجل زيد عند من عربه خبرا، فمن عرب أما من عربه مبتدا والجملة قبله خبره فلا شاهد فيه. هذا قوله وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عن العرف، ويحذفان معا كقول الله عز وجل على الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي فعدتهن ثلاثة أشهر، هذا المبتدا والخبر. والله هذه المواضع ذكرها وهي حذف الخبر وجوبا. قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين إذا استقر يحذف الخبر كثيرا بعد لولا نحو لولا زيد لا أكرمتم، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم موجودون، أو لولا أنتم أضللتمونا أعوذ بالله، لولا زيد أي موجود. قالوا طال الكلام بعد لولا بجواب لولا، فاستغنوا بجواب لولا عن خبر المبتدا الواقع بعدها. قالوا هذا إذا كان امتناع جواب لولا منصبا على وجود المبتدا، فإن كان منصبا على نسبة الخبر إلى المبتدا لا يجوز حذف الخبر نحو قول الزبير رضي الله عنه فلولا بنوها حولها لخبطتها كخبطة عصفور ولم أتلعثني، ولو كفر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين وجعلت على قواعد إبراهيم عليه السلام. هنا لا بد من ذكر الخبر لأنه لا يدل على شيء. أنا أقول وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين إذا كان المبتدا نصا باليمين لا يحتمل غيره نحو لعمرك إنهم لفي سكرتهم قالوا لعمرك قسمي أي من الله لا أفعلن كذا أي من الله قسمي، فإن كان المبتدا ليس نصا بالقسم يستعمل في القسم وفي غيره يكون حذف الخبر جائزا نحو يمين الله نحو عهد الله لا أفعلن كذا، عهد الله ليس نصا بالقسم وإن كان في هذا الصيغة مشابه بالقسم.
عهد الله علي، فإن قلت علي جاز وإن حدثتها جاز، لأن عهد عبارة عهد الله يستخدم جلالة تقول عهد الله يجب الوفاء به، واضح؟ وفي نص يمين يستقر، وبعد واو بعد واو هي نصف المعيير، نحو كل صديق وصديقه أي مقرونان، واو نصف المعيير، كم لكل صانع، وقبل حال لا يكون خبرا، كذلك يحذف الخبر إذا أغنت عنه حال لا تصلح أن تكون خبرا. والمبتدأ في هذا المثال يكون مصدرا ناصبا لمفسر صاحب الحال، أو أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر، نحو ضرب العبد مسيا، شرب الماء باردا، لا تقول شربي بارد، ولا تقول ضربي مسيء، لا يقال هذا، فالحال لا يصلح أن تكون خبرا، المبتدا لا يخبر عنه إلا بما يصلح صفة له، واضح؟ فأنا أقول قبلها، فإن أغلت عن الخبر حال تصلح أن تكون خبرا كان حذف الخبر جائزا لا واجبا. حكى الفراء عن العرب أو الأخفش عن العرب زيد قائما، أي يبدو قائما، قال علي رضي الله عنه لينك لو الذيب ونحن عصبة، عصبة تصلح أن تكون خبر كما هي قراءة الجمهور، واضح؟ فالخبر فيها جائز، لو قلت نحن نبدو عصبة أو نرى عصبة لو ذكرت الخبر جائز، لأن الحالة تصلح أن تكون خبرا، فهذا مفهوم من قوله وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا. المبتدأ في هذا مصدر، وأتمت به نية الحق، المبتدأ في هذا أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر، ما نظر بحيث. قال أحمد الخبر يتعدد كقولك وهو الغفور الودود العرش المجيد العالم، قال أرشان ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو إخوان نائم، قال صلى الله عليه وسلم هذا ما قوله وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد